النهاردة احنا في حلقة جديدة في سلسلة التسبيح اللي بعنوان العبادة العائلية المنتظمة. من ضمن أهمية العبادة العائلية المنتظمة انها بتعلمنا الكرازة او بتستخدمنا في الكرازة. ازاي؟ احنا بنجتمع كل يوم مثلا ويجي اصدقاء للاطفال بتوعنا في البيت، اصدقاء من الكنيسة، اصدقاء من الجيران، اصدقاء من المدرسة، اكيد هيحضروا معانا الفترة اللي هو المذبح العائلي او العبادة العائلية المنتظمة، وهيحضروا معانا الصلاة، وهيحضروا معانا قراية الكتاب، وهيحضروا معانا التسبيح في البيت. دي هتكون فرصة ذهبية انه المسيح يتكلم بوضوح عن نفسه وتوصل كلمة الرب للاطفال دي ويسمعوا الكتاب المقدس. هنلاقي انه الاطفال الاصدقاء دول قربوا خطوات، مش خطوة واحدة، من ربنا في طريق طلب الغفران، في طريق التوبة، في طريق حب الرب يسوع، في طريق الخضوع ليه والحياة معاه، حياة التوبة. طيب تعالوا نشوف ملاحظات عملية في فترة العبادة العائلية. هنحكي مع بعض بعض الطرق المتنوعة واقتراحات ازاي نمجد ربنا مع بعض ونقرأ في كتابه واحنا قاعدين مع بعض في العبادة العائلية. طبعا دي هتختلف من عيلة للتانية على حسب ظروفهم وعلى حسب خلفياتهم. انت اختار منها اللي يناسب عيلتك او يناسب شخصيتك كرب الأسرة او الأم المسؤولة عن الأسرة او الأب. اول حاجة بنعمل ترنيم التسبيح. اجتمعنا قعدنا بنسبح الرب ترنيمة صغيرة، مزمور 100 عدد 4، ادخلوا أبوابه بحمد دياره بالتسبيح. طيب نمرة 2 صلاة، نطلب انه ربنا يفهمنا كلمته. مش هيفهمنا كلمته من غير إنارة، من غير ما ينور عينينا. اكشف عن عيوننا يا رب فنرى عجائب من شريعتك، زي ما مزمور 119 عدد 18 بيقول. اختار واحد من أفراد العيلة انه يصلي لطلب الاستنارة والفهم. طيب نمرة 3 بعد التسبيح والصلاة قراية الكتاب المقدس. اقرأ فقرة او اصحاح من الكتاب المقدس. طبعا حاول انك تحافظ على التوازن ما بين العهد الجديد والعهد القديم، عشان الاطفال ناخد بالنا طبعا انه يكون في اغلبها قصص واحداث وحوادث، وكمان الأناجيل فيها يعني سلاسة في الفهم وسهولة عند الأطفال. شجع الأسئلة، شجع المناقشة، دي هتساعدهم أنهم يفهموا قصد ربنا ويفهموا أسلوب تفكيره ووجهة نظره. نمرة 4 نحفظ آية من الإنجيل. حاول أنه في كل يوم نجتمع نحفظ آية بالشاهد، محدش عارف، يمكن دي تكون الآيات الوحيدة اللي هيحفظوها طول حياتهم. خلي الآية دي تعالج مفهوم من مفاهيم الحياة المسيحية والأساسيات الروحية، وممكن تكون فيها كلمات تسبيح تحوي صفات الله، أعماله، أسماءه. احنا وصلنا لختام الحلقة بتاعتنا النهاردة، والحلقة الجاية هنكمل نعمل ايه والخطوات اللي هناخدها في عبادتنا العائلية المنتظمة. يا رب يكون التسبيح اسلوب حياتنا.